فضيحة هيا الشعيبي مع طليق إلهام الفضالة وابنة إلهام النور تناديها ماما. في الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ومواطنتها إلهام الفضالة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد ظهور هيا مع طليق إلهام خليل التميمي في منزلهما وجلست إلى جانب ابنتهما النور. وقامت هيا بتقبيل النور واحتضانها لترد الأخيرة بمناداتها ماما. دفع 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 دفع. هلا زارتنا البركة. هلا أبو جمال، شلونك؟ هيون ساعة المباركة، نور البيت، ساعة المباركة. شلون الدفا يا دفا؟ والله هني الدفه صيت. هلا ابو جمال، وحشتيني. نور مخطط، قومي شو تقولين حق ماما هيا؟ اي لاف يو. شقالين شوي. هلا 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 الفريق، هلا الفريق. علي شوي، كفو كفو. شقالين شوي. هلا شنو هذا يا هيا؟ شنو هذا يا ام فهد؟ وظهرت أجواء الفرحة والبهجة من خلال الفيديو الذي نشره الإعلامي الكويتي خليل التميمي على تطبيق سناب شات. ترى علي خبرة من هالسوالف. هاي هلا 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 أبو جمال. هلا شنو هالحركات؟ شنو هالحركات؟ كرمك الله يا ابو محمد. بعد عمري هذا اصلا، هذا من ذوقكم انتوا اللي الله 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 الله. شنو هذا الحين؟ شنو ايش قاعد تسوي نور؟ ايش قاعد تسوي؟ قاعد اسوي جبن، ما يصير اسوي كذي. بلا كذي، ايش فيك انت؟ ايش بها بنتي؟ عرك مال ايدك. شنو هذا الحين؟ شنو ايش قاعد تسوي؟ وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث قال البعض وبعدين تطلع تتبكبك عشان الناس فهموها غلط، يقصدون هيا الشعيبي. وأيضا إلهام مجلوطة الحين، وأضاف البعض الآخر تموت بالمشاكل هيا. نذكر أن الخلاف قائم بين الممثلتين القديرتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة منذ فترة، واشتد بعد زواج إلهام من الممثل الكويتي شهاب جوهر، واعتبر البعض أن هيا تغيظ زميلتها الفنانة بعد حرمانها من العديد من الأعمال الفنية. وأيضا اتهمت هيا إلهام أنها تخلت عن والدتها. انتي رديت عليها شو مش كتبت؟ والله شو مش كتبت؟ كتبت لها انتي حلمانية ولا حلمانة ولا صاحية؟ بفهم هذه جنتي، بحد شايلها على كفوف الراحة غيري يا شقوق.